ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هندخل مع بعض مركب لوجوس هوب، هنتفرج على كل الحاجات اللي موجوده فيها. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا ندخل المركب. طبعا اول حاجه بنقف عند شباك التذاكر عشان نقطع تذكره علشان خاطر نقدر نخش جوه، وسعر التذكره كانت 5 جنيه. طبعا احنا كنا في طريقنا للمركب، وطبعا كان ممنوع التصوير بره، ولكن حبيت اصور لكم شكل المركب كده عشان تشوفوا شكلها. وبعد كده دخلنا جوه، دي كانت اول حاجه قعدنا في المركب الصغير دي. وبعد كده كان في حد بيشرح لنا ايه الجزء اللي هتقابلوه وايه اللي انتوا هتعملوه جوه. وطبعا ده كان اول جزء في المركب خالص، ان احنا بندخل على المكتبة. طبعا المكتبة دي بتضم كتب كتير جدا واشكال كتير وانواع كتير من الكتب. طبعا اللي بيحب اي حاجة معينة هيروح يلاقيها في القسم بتاعها، سواء بقى الناس اللي بتحب الكتب عن الطبخ او الادب، اللي بيحب الروايات اي حاجة. وطبعا كان معظم الكتب دي كلها بالانجليش. وبعد كده بعد ما خلصنا الكتب دي دخلنا في جزء تاني، هو عبارة زي قصة كده. الناس كانت بتوقف تتصور وتقعد تعمل اشكال بيقلدوها شبه الناس اللي كانت في الصور. وبعد ما خلصنا الجزء ده دخلنا في جزء زي استراحة او كافيه، وكان فيها ايس كريم وبوب كورن، وكان سعرهم سعر الايس كريم ب 30 جنيه والبوب كورن ب 30. بعد ما خلصنا الجزء ده رحنا جزء كده الناس كانت برضو بتتصور فيه، بتحط وشها في المكان ده وتتصور. طبعا كنت معديه من هناك يوم الجمعه، قلت لازم اصور لكم المنظر ده. عايز اقول لكم ان جميع محافظات مصر كانت موجوده عندنا في بورسعيد، وكانت الدنيا زحمه جدا. يعني اظن اللي وقف في الطابور قعد 5 6 ساعات عشان يدخل، فما فكرتش ادخل بصراحه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.